نجم محمد عرقاب ضيفا على مقر تلفزيون النهار، حيث شارك الوزير في برنامج 52 دقيقة اقتصاد مع الزميل ياسين باباسي. محمد عرقاب تحدث بتفصيل عن جديد ومستقبل الثروة المنجمية بالجزائر. هذا ويمكنكم مشاهدينا الكرام متابعة الحوار كاملا مع وزير المناجم سهرة اليوم في حدود الساعة 9:30 ليلا. بحول الله. كيف نتعلق؟ حتى لي جون شاء الله. صح.